نادي سموحة، نادي سموحة اللي بيحقق نتائج جيدة جدا في الفترة الأخيرة. مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد على أن فريقه ملتزم أنه يخوض مباراة الزمالك في كأس مصر المقرر ليها يوم الاثنين اللي جاي بعد رفض اللجنة الخماسية تأجيل اللقاء. مهندس فرج أكد أنه كان ما بيمنعش التأجيل، وقال أنه بالفعل الفريق غادر اسكندرية وتوجه الإسماعيلية علشان يلاقي الدراويش في بطولة الدوري. بعد كده يعني ميعاد المباراة اتأجل، والنهاردة كتب المهندس فرج عامر على حسابه على فيسبوك، كتب كده: وافقنا على تأجيل مباراتنا مع الزمالك في كأس مصر بشرط موافقة اللجنة الخماسية من واقع التزامنا بتسهيل مأمورية الزمالك في مهمته الوطنية نحو الوصول للنهائي الإفريقي، لكن طبعا في ظل رفض اللجنة الخماسية للتأجيل بنلتزم بلعب المباراة في موعدها المحدد مسبقا الاثنين اللي جاي في الإسماعيلية بإذن الله. إن شاء الله. يعني كان زي ما بقول لك هو كان في محاولة ما إن المباراة تتأجل، لكن هو طبعا تاني تأكيد للوائح وتأكيد إن اللجنة الخماسية هي المسؤولة دلوقتي عن المباريات بشكل كامل. تم يعني طبعا رفض التأجيل، وإن شاء الله المباراة تقام في ميعادها.